ماجد أنفيعي. السلام عليكم. مساكم الله بخير. اولا نمسي عليك عبد الرحمن الاستاذ ابو يوسف احمد الملا. اخوياي المتسابقين المشاهدين خلف الشاشات. الفكره كان عندي كذا فكره. حلو. اولهم اللي كنت مرسم عليها واني مصمم عليها سبقنا عليها المبدع بداح الحيم وانا اقول ان الاول باذن الله. ففكرتي انه ضيف ومستضيف. مجرد 5 أسئلة 6 أسئلة راح يكون سؤالين تكلم لي وخمس أسئلة 4 أسئلة بتكون بنعم أو لا. فالضيف هو أنا والمستضيف هو أنا. جميل. فأولا ورغم هوج الرياح إلا أني سأصل إلى النجاح ومن هنا إلى هناك لا رهاب ولا ارتباك على كثر التمني مع بني من ردني وكان لي في النقد يغني. ضيفنا العزيز ماجد النفيعي فليتفضل معنا. ماجد النفيعي على مبدأ المعروف لا يعرف، ولكن ماذا تقول يا ماجد لمن لا يعرفك؟ من هو ماجد النفيعي؟ والسؤال الآخر امتدادا للوقت، ما هي موهبتك يا ماجد؟ هل أنت ممن يقول أني أنافس على الأول أو سأصل إلى مرحلة وأعود وأنا هنا ناجح؟ مرحبا بك حياك الله يا مقدمنا العزيز، الله يعطيك ألف عافية. بالنسبة لسؤالك الأول اللي هو من هو ماجد النفيعي؟ ماجد النفيعي من العمر 6 وهو يخوض الحروب، حرب خاضها بنزف كثير من الجروح، حرب خاضها ببتر بعض الأجزاء، وحرب خاضها بتصميم واجتياز، إلى أنه في كل حروبه من أحد فرسانها سواء إن لم يكن فارسها الأول. وأنا اليوم في حرب ضروس معي 22 فارس، حرب سيتمنى كل شخص فيها أن يكون هو الفارس الأول، وبإذن الله الفارس الأول ماجد النفيعي ولا قصور في خوياي الشباب. بالنسبة اللي يسألني يقول لي ما هي موهبتك يا أخوي العزيز؟ اعترافك باحترافك ما يفيدك، احتفاظك باعترافك احترافك. بالنسبة أنك تقول أنا الأول يا ماجد أو لا، أنا بعد الله ودعمه ودعوات والديني الصادقة لي في ظهر الغيب ودعم جمهوري أنا الأول. وفقنا الله وإياكم، وشكرا لك يا مذيعنا القدير، وأستبيحك عذرا أوجه كلمة للشباب وضيوفنا والمشاهدين. أنا حضرت اليوم في فقرة ماجد النفيعي كي أكون سبب في نجاح ماجد النفيعي، عسى الله يوفقه التوفيق الطيب. في أمان الله.